السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا الكلام طيب اللي تخلي ولدي فيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا. اليوم كنا مشينا شرينا الخضروات ودرنا واحد سلطه دارها راجلي، وغادي نشارك معكم فيديو كامل. فرجه ممتعه. شكرا للمشاهده. ونشكركم اخواتي اخواني الجدد اللي شاركتوا في القناه، ابونيتو. شكرا كثيرا، شكرا بزاف بزاف. الكلام الطيب اللي تخليه دائما فيديوهات. Il n'y a plus de boule. Ah oui, tu n'as plus vu la maison de ma mère. C'est trop rien. L'engueulure. Je dois aller la chercher et reproposer, c'est trop fou. Et en plus, comme on fait maintenant, tu vois bien que ça reste plus propre. Quand il y a des taches proches, je nettoie un peu et c'est tout. Non? Oui. Inch'Allah, Redouane, hein? C'est bien, c'est présent. Pas volé, hein, je dis, hein. Je dis, attention, hein. Je viens contrôler. Attends encore une minute qu'il a dit. اذا بعد ما نجيو سوبر مارشي تاع الخضره ولا السوق، اذا فنشريو. اذا فهذا اللي شرينا، هذا الاحمر والخضر، داك الكروم والطماطم ولي كاروت، كسبيتو هذا لي شامبينيون سي. من بعد هذا هو درناه، هو اللي راجلي هو اللي قطعو، ونشارك معكم الفيديو كله يتخلط. ايوا، اذا فنقطعو سواء صغير ولا كبير. هذيك الكروم، الكروم ياك كتقولوا الكروم. اذا صافي، ومن بعد نخلطو كلشي، الاحمر مع هذا البيض، ومن بعد لي جزر واللي بغيتو والذره، ونخلطو كلشي ولكن مع فينيغ. غادي نوريها لكم في هذه في التالي. you
اذا بنخلطوا كل شيء. هذاك الاناناس بشحال ما بغينا نديرو نديرو اناناس والذره وكل شيء هذاك اللي قطعناه من بعد الجزر وصافي وكتجي لذيذه ما شاء الله. دير فيها حتى على حسب عاود اللي بغيتو، ولكن هكذا مقطعه كيكون لذيذ ما شاء الله. ونديروا لها معاها نخلطوه كل شيء كل شيء حتى الطماطم. غادي نوري لكم الطماطم من بعد. ها هي هي الطماطم. بغيتو ديك الصغيره ديروا الصغيره، ولا بغيتي تقطعها صغيره عاد قطعها صغيره كيف ما بغيتو. اذا فهكذا من بعد ملي تقطعوها فكل شيء نخلطوه. اذا فالذره الاناناس هذيك الكروم الاحمر والبيض، ومن بعد وي الذره، ومن بعد صافي نخلطوا كل شيء. وباش تكون لذيذه لذيذه انا نقول لكم غادي خلطناها مع فيناغريت. لا نخليوها هكذاك، لان الا بغيتي غدا ولا ان شاء الله عاد تاكلي منها تبقى هكذا مزيانه، لان درنا لها فيناغريت لا. ولكن ديروها في البلاطو في الصحن ديالنا كل واحد. اذا فانا نوري لكم التقديم ونديروا عليه هذاك فيناغريت. مي الاخر هذا نخليوه هكذاك في الثلاجه. علاش؟ لان الا بغينا نجبدو عاود منه نجبدو، لان غير اون فوا غادي دير فيه هذيك فيناغريت ماكونش مزيانه. هذه تعرفوها. اذا فهي فيناغريت غادي نوريها لكم، ومن بعد صافي نخلطو نخلطو وكتكون لذيذه. هيا فيناغريت اللي درت لها اللي درنا لها هذه هي، ولكن ما نخلطوهاش كامله الا اذا كنا غادي ناكلو. اما دركي كيعرفوا الصيام وهكذا وكتكون لذيذه ما شاء الله. شكرا للمشاهده، سلام.